السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من وورلد سبورتس. بنكون مع حضراتكم كل يوم اثنين من الساعة 8:30 وحتى الساعة 10 إلا ربع، بنتكلم في كل الأحداث الرياضية الكروية اللي أكيد حضراتكم بتحبوا تسمعوها وتتابعوها. أخبار كتيرة معانا وكواليس. بكرة إن شاء الله حفلة أفضل لاعب في أفريقيا اللي هتقام في مدينة الغردقة في مصر الحبيبة العظيمة، البلد الأمن والأمان، واللي إن شاء الله هتستضيف أو استضافت بالفعل أساطير أفريقيا اللي كانوا موجودين من النهاردة في مباراة تحت سفح الأهرامات، واللي كان موجود فيها نجوم مصر ونجوم أفريقيا، كابتن أحمد حسن عميد لعيب العالم، والكابتن وائل جمعة، وأيضا رابح ماجر وكالوش أبواليا والحاج ضيوف كتير جدا من النجوم اللي كانوا موجودين. كابتن حسن شحاتة أيضا واحد من أساطير الكرة الأفريقية، حقق 3 أمم أفريقيا. وبنتكلم في أسماء كتيرة جدا جدا موجودين، زي ما نجحنا في 2019 في أمم أفريقيا طبعا للكبار، وأيضا للمنتخب الأولمبي نجحنا أيضا، أو هننجح إن شاء الله بإذن الله تعالى في إقامة حفل الأفضل في أفريقيا، علشان تكون ختام مسك للرياضة المصرية ولبلدنا مصر من حيث التنظيم ومن حيث إظهار للعالم كله أن مصر قادرة على تنظيم أي شيء مهما كان حجم الحدث ومهما كان صعوبته في تنظيم. طبعا يعني حابب ان انا اتكلم سريعا عن الموضوع ده، لكن مش حابب ان انا اتكلم واطول فيه، لكن حبنا الكبير جدا لمحمد صلاح وواحد من افضل اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر، لكن الاخبار المتداوله في الوقت الحالي ان محمد صلاح مش هيكون موجود في حفل الافضل في افريقيا. طيب، محمد صلاح بنحبه جدا وبنقدره جدا وبالنسبه لنا مثل كبير، لكن لحد دلوقتي ما فيش حاجه اتاكدت او تم تاكيدها ان محمد صلاح هيكون موجود في الحفلة ولا لا، لكن نتمنى كواحد مصري وككل المصريين وان الحفلة مقامة في مصر ان محمد صلاح يكون موجود، علشان هتكون من اهم الاسباب اللي هتنجح الحفلة هو وجود محمد صلاح. طيب، الجزء الثاني من المشكلة او من الموضوع المطروح الخاص بمحمد صلاح ان ساديو ماني، تم تسريب بعض الاخبار ان ساديو ماني هو المتوج بلقب افضل لاعب في افريقيا. حتى لو الخبر ده صحيح، فأكيد زي ما حضراتكم عارفين أو زي ما كابتن محمد صلاح عارف إن كل شيء في كرة القدم مكسب وخسارة. كسبت سنتين، وسنة منهم كنت في السنغال مع ساديو ماني، وساديو ماني كان حريص إن هو يكون موجود وحصل على المركز الثاني، وحصلت أنت على لقب الأفضل في أفريقيا، وبالتالي بروح رياضية هكون طيبة منك جدا جدا يا كابتن محمد إن أنت تكون موجود مع ساديو ماني، إن أنتوا في فريق واحد وإن أنتوا عندكم بطولات أهم. وطبعا الجوائز الفرديه شيء مهم، لكن اللقب الجماعي او الالقاب الجماعيه هي الاهم في مشوارك كلاعب مميز جدا في الدوري الانجليزي وكلاعب في ليفربول، ان انت عايز تحقق لقب ما تحققش بقاله 30 سنه هو لقب الدوري الانجليزي الممتاز. علشان كده بقول ان محمد صلاح لابد ان يكون متواجد مع زميله ساديو ماني قبل ما يكون واحد من ابناء مصر، واحد من ابناء مصر اللي لازم يكون حريص هو كمان على ان الحفله تنجح وتخرج بمنظر مشرف، علشان وجوده كمصري وكمحب وكواحد من اساطير الكره الافريقيه اللي حفروا اسمهم باسم من ذهب لازم يكون موجود علشان ينجح الحفله. عدم وجود محمد صلاح مش هتكون لطيفه، مش هتكون ظريفه، وفي نفس الوقت انا خايف ان هي تتفهم بشكل غلط، وممكن تكون سبب من اسباب بعض الخلافات وبدايه المشاكل ما بين محمد صلاح وساديو ماني في فريق ليفربول. ودي كانت جزئيه مهمه جدا جدا، انا بقول وجهه نظري وبقول وجهه نظر الشارع المصري، الشارع المصري الكروي، الناس البسيطه اللي بتحب الكوره اللي بتحب محمد صلاح وبتقدره. عمرنا ما هنهاجم محمد صلاح ولا عمرنا هنتكلم عليه باي شيء وحش مهما وصل الامر، لكن دورنا كاعلاميين وكمحللين ورياضيين وبنحب كرة القدم وبنحب محمد صلاح وبنحب مصر ان احنا نتكلم ونوعي ونفهم الناس ان مش معنى ان محمد صلاح ما جاش ان احنا ناخد موقف. بالعكس، ممكن طبعا يكون في يعني اي شيء احنا طبعا مش عارفين في الاول وفي الاخر، لكن بنتكلم من وجهة نظرنا الاعلامية اللي احنا عارفينها واللي باينة قدامنا. تاني هعيد وازيد، حبنا لمحمد صلاح طبعا مش هيخلينا ان احنا ما ننتقدش تصرفات محمد صلاح، النقد الإيجابي النقد البناء إن محمد صلاح لازم يكون موجود حتى لو مش هيفوز بالجائزة. ابن مصر وزميل ساديو ماني في فريق ليفربول
وأيضا نجاحه زي ما هو خايف إن إحنا نكون حريصين على إن الحفلة تنجح وخايفين وبنعمل أقصى حاجة عندنا علشان الحفلة تنجح، وبنسخر كل المعدات وكل الأدوات وكل من هو في مصر مسخرا للأحداث وللمعدات وللإكويبمنتس وللعوامل البشرية والطاقة البشرية اللي موجودة علشان الحفلة تخرج بنجاح. فأنت يا محمد صلاح واحد من أبناء مصر، يكون حريص زينا أن الحفلة تخرج بنجاح، فلازم تكون موجود علشان تبارك لو الكلام ده حصل. الكلام ده احنا لسه ما نعرفوش صح ولا لا، وممكن انت اللي تكون كسبان، الله أعلم. لكن أخيرا طبعا رياض محرز اعتذر رسميا عن تواجده في الحفلة بسبب ماتش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بسبب أو في أحداث كأس الاتحاد الإنجليزي. وكمان يوسف البلايلي أيضا كمان مش هيكون موجود بسبب ارتباطه مع فرقته بمباريات في بطولة الدوري. لكن غير كده ما عندناش أي اعتذارات تانية هتبقى موجودة من اللعيبة المرشحة. ساديو ماني هيكون موجود طبعا في جائزة أو الترشيح لأفضل لاعب أفريقي بشكل عام داخل القارة. يوسف البلايلي مش هيكون موجود، وبالتالي عندنا اتنين لعيبة بس اللي هيكونوا موجودين من الجائزة. أما باقي الأساطير والنجوم، كمان سيرجيو راموس في كلام على أنه يكون موجود بكرة. يعني إن شاء الله كده هنا في قناة الأهلي نحاول نكون موجودين مع حضراتكم لحظة بلحظة من جوه الحفلة علشان نتكلم معاكم ونقرب لكم الأحداث والأجواء والنجوم اللي حضراتكم بتشوفوها في التلفزيون كلها. إن شاء الله نحاول إن احنا نجيبها لحضراتكم على قناة النادي الأهلي أو شاشة قناة النادي الأهلي. في نجوم خارج القارة لكن هم أساطير، يعني بنتكلم في فيرون جوركايف، بنتكلم في أرسن فينجر، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. ناس كتيرة حريصة إنها تكون موجودة في حدث، يعني كفاية إن أنت موجود في مصر أول يوم تكون تحت سفح الأهرامات، تاني يوم هتكون موجود في مدينة الغردقة علشان تكون في واحدة من أجمل البلاد اللي موجودة في العالم أو المدن اللي موجودة في العالم، بحر الأحمر، وحدث كبير ورياضي إن شاء الله يكون الأضخم والأحلى والأحدث في تاريخ تسليم جوائز الأفضل في أفريقيا كلها. نتمنى التوفيق لكل القائمين على الحفلة، نتمنى التوفيق للدولة المصرية اللي تعبت علشان توصل في 2019 ثلاث أحداث تاريخية أو أربعة. هبدأ معكم من القرعة، القرعة اللي كانت تحت سفح الأهرامات، القرعة التاريخية اللي كل العالم اتكلم عليها، تنظيم حدث بطولة أمم أفريقيا للكبار، وتنظيم حدث بطولة أفريقيا للمنتخبات تحت 23 سنة واللي فازت بيها مصر، وأخيرا جائزة أفضل لاعب في أفريقيا أو الأفضل في أفريقيا، أفضل في أفريقيا في كل المجالات الكروية الرياضية. دوري الإنجليزي طبعا الأسبوع ده ما كانش موجود، كان كأس الاتحاد الإنجليزي هو اللي شغال. ليفربول أرقام قياسية هنتكلم عليها وأرقام تاريخية، بيقرب فريق ليفربول من تقرار الإنجاز. ليفربول 37 مباراة بدون هزيمة، 37 مباراة بدون هزيمة، ثالث مرة تحصل في الدوري الإنجليزي إن فريق يوصل عدد ماتشاته المتتالية 37 مباراة بدون أي هزيمة علشان يقرب من تشيلسي في موسم 2004 و2005 لما وصل عدد انتصاراته المتتالية خارج ملعبه وجوه ملعبه، أو وصل عدد ماتشات 37 مباراة بدون هزيمة، ده اللي حصل مع تشيلسي في موسم 2004 و2005 لما وصل 40 مباراة. أيضا أرسنال في الموسم التاريخي اللي فاز بيه بلقب الدوري في 2003 2004 49 مباراة بدون هزيمة، وده كان الدوري اللي أرسنال فاز بيه، واسمه طبعا الدوري أو دوري البلا هزيمة اللي أرسنال حققه مع أرسن فينجر وأساطير بيركامب وتياري أنري ولاين بيرج وتوني أدمز والنجوم وباتريك فييرا، النجوم كلها اللي حضراتكم عارفينها. لكن ده بالنسبة لليفربول في رقمه القياسي في عدم الهزايم في بطولة الدوري أو في الدوري الإنجليزي. نيجي بقى للرقم الثاني، 50 مباراة لليفربول على ملعب الأنفيلد تحت قيادة يورجن كلوب لم يهزم فيها فريق ليفربول على ملعبه، وبالتالي ليفربول عايز يقرب من رقم اللي حققه ليفربول سنة 78 لسنة 80 لما وصل 63 مباراة بدون هزيمة على ملعب الأنفيلد. كمان صاحب المركز والرقم القياسي هو تشيلسي من موسم 2004 ل2008، حقق 86 مباراة بدون أي هزيمة على ملعب ستانفورد بريدج، وبالتالي يورجن كلوب لسه قدامه حوالي 36 مباراة
علشان يعادل رقم تشيلسي، لكن هو بيحاول حاليا ان هو يكسر الرقم اللي كان موجود قبليه ب 63 مباراه على ملعب الانفيلد بدون هزيمه، وبالتالي 13 مباراه تفصل يورجن كلوب عن معادله الرقم اللي حققه ليفربول من موسم 78 لموسم 80. هنتكلم عن احصائيات وارقام واحداث كتيره جدا 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 تابعناها الفتره الاخيره، وزي ما حضراتكم متعودين يكون معانا فقرات خاصه بالجرافيكس. نتكلم عن النهارده فقره جديده هتضاف الى البرنامج، وفقره نجم اوروبي على مشوار الكبار، واحد من نجوم الدوري الفرنسي مواليد 99، اعتقد ان هو هيكون واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده خلال الفتره القادمه، واحنا هنحاول حلقه بعد حلقه نضيف لحضراتكم كل ما هو جديد علشان نقدم لحضراتكم محتوى يليق بجودة البرنامج وجودة مشاهدي قناة النادي الأهلي. هنبدأ معاكم على طول سريعا بالدوري الإنجليزي، هنشوف النتائج وكمان الترتيب، وهنروح لكاس الاتحاد الإنجليزي اللي احنا هنبدأ بيه. طيب نبدأ بجدول الترتيب الدوري الإنجليزي. طيب مفكر حضراتكم تاني ان الاسبوع ده ما كانش فيه دوري انجليزي، كان فيه ماتشات في كاس الاتحاد، وبالتالي بنفكر حضراتكم بالترتيب. ليفربول في المركز الاول 58 نقطة، ليستر سيتي في المركز الثاني ب 45 نقطة، مانشستر سيتي في المركز الثالث 44 نقطة، اما تشيلسي في المركز الرابع ب 36 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز الخامس ب 31 نقطة. طيب نروح بقى لنتائج كاس الاتحاد الانجليزي في الجوله الاخيره، ونقول لحضراتكم ابرز النتائج اللي كانت موجوده. مانشستر سيتي بيفوز 4-1 على بورت فيل، ليستر سيتي بيفوز 2-0 على ويجن اتلتيك، وولفرهامبتون بيتعادل 0-0 مع مانشستر يونايتد، وبالتالي هتقام مباراه على ملعب مانشستر يونايتد علشان يتم تحديد فيها من هو صاعد الى الدور الثاني. قوانين كاس الاتحاد الانجليزي في حال انتهاء اي مباراه بالتعادل السلبي او بالتعادل الايجابي نلعب مباراه ثانيه، لو حصلت نفس النتيجه نروح لركلات الترجيح. ليفربول بيفوز 1-0 على ايفرتون بالفريق الثاني، وتشيلسي بيفوز 2-0 على نوتنغهام فورست، وميدلسبرا بيتعادل 1-1 مع توتنهام هوتسبيرز علشان يكون في مباراه ثانيه حاسمه ما بين الفريقين يتاهل فيها الفائز. بنفكر حضراتكم بنتائج مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في اخر الجولات. بيرنلي بيخسر 1-2 من استون فيلا، برايتون بيتعادل 1-1 مع تشيلسي، نيوكاسل بيخسر 0-3 من ليستر سيتي، وساوثهامبتون بيفوز 1-0 على توتنهام هوتسبيرز، وواتفورد بيفوز 2-1 على وولفرهامبتون. السيتي بيفوز 2-1 على ايفرتون، ويست هام يونايتد 4-0 على بورنموث، ونورويتش سيتي بيتعادل 1-1 مع كريستال بالاس، اما ارسنال بيفوز على اليونايتد في اول فوز لارتيتا مع قيادته للجانرز 2-0، ليفربول بيفوز 2-0 على شيفيلد يونايتد. المباريات القادمة في الدوري الإنجليزي والبداية من يوم الجمعة 10 يناير، شيفيلد يونايتد أمام ويست هام يونايتد الساعة 10، يوم السبت كريستال بالاس أمام أرسنال الساعة 2:30، تشيلسي مع بيرنلي الساعة 5 في نفس التوقيت، إيفرتون مع برايتون الساعة 5، وأخيرا مانشستر يونايتد مع نورويتش سيتي الساعة 5. ليستر سيتي مع ساوثهامبتون الساعة 5، وولفرهامبتون مع نيوكاسل الساعة 5، توتنهام هوتسبيرز مع ليفربول الساعة 7:30 في لقاء قمة الجولة، بورنموث مع واتفورد، وأخيرا يوم الأحد أستون فيلا مع مانشستر سيتي الساعة 5. قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي، جيمي فاردي في الصدارة 17 هدف، أوباميانج لاعب أرسنال 13 هدف، يتساوى معاه داني إنجز لاعب ساوثهامبتون واللي اتكلمنا عليه الأسبوع الماضي، واحد من أهم اللعيبة اللي موجودين حاليا في الدوري الإنجليزي 13 هدف، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 12 هدف، تامي إبراهام لاعب تشيلسي 12 هدف، ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي 11 هدف. طيب نروح للدوري الاسباني وجدول الترتيب عشان نفكر حضراتكم. برشلونه في الصداره ب 40 نقطه بعد التعادل الاخير امام اسبانيول، يتساوى معاه
ريال مدريد 40 نقطة، أتلتيكو مدريد في المركز الثالث 35 نقطة، يتساوى معاه أيضا إشبيلية في المركز الرابع ب 35 نقطة، أما ريال سوسيداد في المركز الخامس ب 31 نقطة. نتائج مباريات الدوري الاسباني في الجوله الاخيره، بلد الوليد بيتعادل مع ليجانيس 2-2، اما اشبيليه بيتعادل 1-1 مع اتلتيك بلباو، فالنسيا بيفوز 1-0 على ايبار، وختافي بيخسر 0-3 من ريال مدريد، واتلتيكو مدريد بيفوز 2-1 على ليفانتي. اسبانيول بيتعادل 2-2 مع برشلونه، غرناطة بيفوز 1-0 على ريال مايوركا، وريال سوسيداد بيخسر 1-2 من فياريال، وديبورتيفو ألافيز بيتعادل 1-1 مع ريال بيتيس، وسيلتا فيجو بيتعادل سلبيا بدون اهداف امام اوساسونا. مواعيد مباريات الدوري الاسباني، البدايه من يوم الجمعه 17 يناير، ليجانيس مع ختافي وليفانتي مع ديبورتيفو ألافيز، ريال مدريد ضد إشبيلية، أوساسونا أمام بلد الوليد، وإيبار أمام أتلتيكو مدريد. ريال مايوركا وفالنسيا يوم الحد، ريال بيتيس ريال سوسيداد، فيا ريال إسبانيول، أتلتيك بلباو سيلتا فيجو، وبرشلونة أمام غرناطة. قائمة الهدافين في الدوري الإسباني، ليونيل ميسي في الصدارة ب 13 هدف، كريم بنزيما صاحب المركز الثاني 12 هدف، ولويس سواريز 11 هدف، وروجر سيلفادور لاعب ليفانتي 9 اهداف، ولويس افيلا لاعب اوساسونا 8 اهداف، وويليان خوسي لاعب ريال سوسيداد 8 اهداف. جدول ترتيب الدوري الايطالي، هنروح معاكم للدوري الايطالي علشان نتابع اهم الاحداث، بتقام مباريات النهارده، وفي مباراة مهمة جدا الساعة 10 إلا ربع هتكون ما بين انتر ونابولي، انتر في الصدارة ب 42 نقطة، يوفنتوس يتساوى معاه 42 نقطة، لكن الماتشات دي أو الجدول اللي حضراتكم شايفينه قبل الماتشات اللي هتتلعب النهاردة، فانتر ميلان عنده مباراة، يوفنتوس كسب كالياري 4-0، وبالتالي لو ينكسبش النهاردة أو ما عرفش يحقق ثلاث نقط لن يتساوى مع اليوفنتوس، والصدارة هتكون ليوفنتوس منفرد. فانتر 42 نقطة، يوفنتوس 42 نقطة، لاتسيو 39، روما 35، واتلانتا 31. طيب نتائج ماتشات الدوري الايطالي في الجولة الأخيرة، بريتشيا بيخسر 1-2 من لاتسيو، سبال بيخسر 0-2 مع هيلاس فيرونا، وجينوا بيفوز 2-1 على ساسولو، وروما بيخسر 0-1 من تورينو. لسه مكملين مع حضراتكم في الدوري الإيطالي ومواعيد المباريات القادمة، البداية من يوم الاثنين 6 يناير، النهاردة كان في ماتشات، ميلان وسامبدوريا، أتلانتا وبارما، ويوفنتوس وكالياري، ده خلص 4-0، ورونالدو أحرز 3 أهداف وصنع هدف لجونزالي وهيجوايين، وليتشي وأودينيزي، وأخيرا بعد ما نخلص مباشرة نابولي هيلاقي إنتر ميلان في مباراة قمة الدوري الإيطالي الساعة 10 إلى ربع. كالياري وميلان ايضا، لاتسيو نابولي، انتر ميلان، واتلانتا، وروما، واليوفنتوس، دي الجولات السابقه اللي هتكون ان شاء الله من يوم السبت القادم، جوله جديده في الدوري الايطالي. قائمه الهدافين في الدوري الايطالي، نابولي في الصداره 19 هدف، لوكاكو 12 هدف، وجلفاو لاعب كالياري 11 هدف، وكريستيانو رونالدو بعد النهارده ما وصل ل 13 هدف، هو اللي في مركز الوصيف مكان لوكاكو ب 13 هدف، علشان يقرب بشده ويقرب بشكل كبير من ايموبيلي لاعب لاتسيو على لقب هداف الدوري الايطالي، لويس موريال لاعب اتلانتا 10 اهداف، ولوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان 8 اهداف.
طيب وصلنا مع حضراتكم كده لنهاية الفقرة الأولى، فقرة الدوريات والنتائج وكل شيء خاص بالدوريات العالمية، كمان قائمة الهدافين في كل الدوريات. أتمنى إن احنا نكون غطينا مع حضراتكم كل شيء. هنروح لفاصل وبعديها نرجع نكمل مع حضراتكم فقراتنا. خليكم معانا علشان معانا حاجات كتيرة جدا جدا جدا. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين معاكم في وورلد سبورتس. لكن قبل ما نروح لفقره الجرافيكس، خبر مهم جدا يهم كل الاهلاويه ويهم ايضا كل من هو منتمي الى الرياضه المصريه. كابتن محمود الخطيب بعد ما تمت دعوته الى حفل الافضل في افريقيا كواحد من اساطير الكره المصريه واول لاعب كره قدم مصري يحصل على جائزه افضل لاعب في افريقيا، يعتذر عن عدم الحضور ويتمنى التوفيق لكل القائمين على الحفل، ويتمنى أيضا نجاح الحفل كعادة مصر في تنظيم البطولات. وبالتالي الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي والأسطورة الكروية الفائزة بأفضل لاعب في أفريقيا وأول لاعب يحصل عليها، واحد من اللعيبة اللي متعونا كتير جدا جدا، مش هيكون متواجد في الحفل لظروف خاصة، ويتمنى التوفيق لكل القائمين على هذا الحفل. كابتن محمود الخطيب أكيد احنا مش محتاجين نتكلم عليه ولا نقول عن مدى المهارات والروعة والجمال اللي كان بيمتع بيها كل الأهلوية وكل من هو ينتمي إلى كرة القدم، مش أهلوية بس، يعني أهلوية وزملكاوية واسماعيلوية وكل الناس اللي كانت بتحب تشوف كورة وتتفرج على كورة كانت دايما بتحب تشوف الكابتن محمود الخطيب. فاحنا كنا لازم نقول لحضراتكم من خلال قناة النادي الأهلي هذا الخبر اللي أكيد موجود حاليا ومنتشر على كل المواقع الرياضية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام. نبدأ مع حضراتكم في الموسم الحالي 10 أهداف. نروح لساديو ماني، أسد من أسود الترانجا السنغالية. بالمناسبة أعتقد أن ساديو ماني هيصل مصر وحيدا بعد ما اتسربت بعض الأخبار أنه هو هيحصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا. أرقام ساديو ماني علشان نقدر نقول هل لو اتحقق ده يستحق أنه يحصل على اللقب ولا لأ. لعب 178 مباراة، سجل 77 هدف، ده كل أرقامه في البريمير ليج. صنع 22 هدف، يبقى سجل 77 هدف وصنع 22 هدف، شارك مع فريقين، فريق ليفربول وفريق ساوثهامبتون. دي احصائيات ساديو ماني في الدوري الانجليزي. قبل ما نروح ل يعني جسد ساديو ماني و يعني ايه الاعضاء اللي سجلت اهداف بالظبط، يعني صوب ساديو ماني على المرمى 407 تصويبه، 175 تصويبه منهم ما بين القائمين والعرض، حصل على 19 كارت اصفر، 3 كروت حمراء، 197 خطأ و107 مره اتحسب عليه اوفسايد او مصيده التسلل. احرز 10 اهداف بالراس، 46 هدف بالقدم اليمنى و21 هدف بالقدم اليسرى. نروح لأليسون بيكر اللي وصل الى 50 مباراه مع فريق ليفربول ونشوف احصائياته. أليسون بيكر حصل على جائزة أفضل لاعب برازيلي في أوروبا للمرة الأولى، أكثر من حصل عليها الثنائي تياجو سيلفا وروبينيو، ثلاث مرات لكل لاعب، وده سجل الفائزين به منذ عام 2008. تياجو سيلفا حققها في ثلاث مرات 2011 2012 2013، طبعا كاكا حققها في 2008 ولويس فابيانو حققها في 2007 ومايكون حققها في 2010، نيمار في 2014 و2015، كوتينيو في 2016، نيمار ايضا في 2017، وفيرمينيو في 2018، واخيرا أليسون بيكر في 2019. أليسون بيكر 50 مباراه لعبها مع فريق ليفربول، خرج ب 26 مباراه شباك نظيفه لم يستقبل فيها اي اهداف، واستقبل في ال 50 مباراه او في ال 24 مباراه الاخرى اللي دخل فيهم اهداف، دخل في 27 هدف. نروح لروبرت ليفاندوفسكي في عام 2019 علشان نتابع مع حضراتكم أرقامه القياسية. لعب 48 مباراة، بدأ أساسي في 46 مباراة، دخل كبديل في مباراتين، سجل 48 هدف، طبعا واضح جدا أن بمعدل هدف في كل مباراة. في بطولة الدوري 31 هدف، في بطولة كأس ألمانيا 7 أهداف، وفي دوري الأبطال 10 أهداف. عدد دقائق اللعب اللي لعب فيها روبرت ليفاندوفسكي 4238 دقيقة، سجل 12 ثنائية خلال الماتشات، سجل الهدف الافتتاحي في 12 مباراة وسجل في 11 مباراة على التوالي. دي كانت أرقام روبرت ليفاندوفسكي.
نروح لواحد من أهم الظواهر اللي موجودة في الدوري الإيطالي، زي ما حضراتكم شايفين ديان لاعب وسط فريق بارما الإيطالي، واحد من مواليد 24 إبريل سنة 2000، وبالتالي بنتكلم في لاعب عنده 20 سنة بيلعب بشكل أساسي مع نادي بارما، وهو لاعب بروميسنج جدا وعنده مستقبل واعد، الكل يتوعد ليه. عنده 20 سنة، 186 سنتي، مع نادي بارما، هو لاعب سويدي بالمناسبة، لعب 17 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 7 أهداف، حصل على كارتين صفر مع المنتخب السويدي تحت 21 سنة في اليورو الأخيرة، لعب 3 ماتشات، سجل هدفين وصنع هدف واحد. وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم الفقرات أو الجرافيكس الخاص بإحصائياتنا. دلوقتي جه دورنا علشان نتكلم عن واحد أو فقرة جديدة أضفناها إلى البرنامج، وهي فقرة موهبة أوروبية، أعتقد أن هي هتكون ليها مستقبل في الفترات القادمة على الملاعب الأوروبية، فقرة نيو تالنت أو فقرة واحد من أهم اللعيبة أو المواهب الصاعدة في الملاعب الأوروبية. وبالتالي فرنسا هي أكثر دولة بيكون فيها لعيبة أفارقة أو من أصول أفريقية، وبالتالي التجنيس في أفريقيا أو التجنيس في أوروبا عفوا وفي فرنسا بيكون سهل جدا بسبب أن اللغة، وأيضا عملية الولادة بتكون في دول زي فرنسا، والبلاد زي ما حضراتكم عارفين بنتكلم في كاميرون، بنتكلم في السنغال، بنتكلم في مالي، لعيبة كتيرة جدا بتتكلم لغة فرنسية، وبالتالي الأمر بيكون سهل عليها في الاحتراف، وبالتالي فرنسا بتكون أقرب الدول اللي بتحتضن هذه أو هذا الكم من اللعيبة. هنروح دلوقتي لواحد من اللعيبة المهمة جدا، هنتكلم مع حضراتكم ونبذة عنه ونقول لحضراتكم أهم أرقامه وإحصائياته، علشان بعديها نطلع نشوف بالصوت وبالصورة لمسات اللاعب ومستقبل اللاعب في حكم حضراتكم، هل اللاعب ده يكون واحد من اللعيبة البروميسنج فعلا ولا هي مجرد يعني بدايات، وبالتالي البدايات مش شرط ان فيها مش شرط ان يكون فيها نهايات سعيدة. هنبدا معاكم وهنعرض لحضراتكم حالا دلوقتي ابرز الاحصائيات اللي موجوده عن بوبكر سوماري، واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في نادي ليل الفرنسي، بيلعب في مركز وسط الملعب، من مواليد 27 فبراير عام 99، عنده 20 سنه، 188 سنتي، لعب مع نادي ليل 17 مباراه، لعب فيهم 1063 دقيقة، لم يسجل أي أهداف ولم يصنع أي أهداف وحصل على كارت أحمر وحيد. تعالوا نشوف جزء من لقطات اللاعب ونرجع علشان نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب دلوقتي معانا فقرة مهمة جدا، دايما بقول لحضراتكم نجمنا إيه أبرز إحصائياته وأرقامه وأيضا البطولات اللي حصل عليها، وفي الآخر هقول لحضراتكم اسمه ايه، لكن عايزكم تجتهدوا معايا وتحاولوا ان انتوا تعرفوا مين هو من خلال شويه المعلومات اللي هقولها لحضراتكم. نجمنا طبعا هو افضل لاعب في تاريخ رومانيا، واحد من افضل صناع اللعب في تاريخ كره القدم، وكان متميز جدا ب ان هو كان قصير القامه، لقب كمان بمارادونا في 5 فبراير، او هو مواليد 5 فبراير سنه 65، بدأ مسيرته الكروية في 10 أغسطس سنة 83 في مباراة ودية، ضد فريق النرويج، لعب 125 مباراة دولية، سجل فيهم 35 هدف وتم اختياره أفضل لاعب في تاريخ رومانيا. ومشاركاته مع رومانيا جت من خلال قيادته لشارة القيادة للمنتخب الروماني في 65 مباراة دولية، بدأها في مباراة أيرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم اللي بدأت من سنة 1990، وكان قائد من أول المباراة دي حتى النهاية في عام 2001 لما اعتزل كرة القدم. حصل على إنجازات كتيرة جدا وأرقام كتيرة جدا، منها حصل على طبعا كأس السوبر الأوروبي سنة 2000، كأس الاتحاد الأوروبي موسم 99-2، كمان قاد منتخب بلاده في كأس العالم لأول مرة في إيطاليا سنة 1990، وكان طبعا يعني متألق جدا جدا خلالها. خلينا نروح ونشوف ونتابع مين هو نجمنا. نجمنا هو جورج هاجي، واحد من أمتع اللعيبة اللي جم في تاريخ كرة القدم، واللي متعنا من أول يوم لحد ما اعتزل كورة. تعالوا نستمتع ونتمتع بأبرز لمسات جورج هاجي ونرجع نكمل مع حضراتكم.
طبعا ده جورج هاجي واحد من اهم اللعيبه واللعيبه القليله اللي لعبوا للفريقين الكبار العظام برشلونه وريال مدريد، اكيد لويس انريكي واحد منهم، لويس فيجو واحد منهم، ورونالدو الظاهره والاسطوره واحد منهم، وبالتالي جورج هاجي واحد من اللعيبه اللي لعبوا في الفريقين. كمان جورج هاجي واحد من اللعيبه المهمه جدا، واعتقد ان في لعيبه كتير ممكن تشبه ستايل جورج هاجي في المهاره وفي الحرفنه وفي التصويب كمان في صناعه الاهداف، وكان ليدر جوه الملعب، وده كان جزء زي ما بقول لحضراتكم من اهداف وتالق جورج هاجي في الملاعب الاوروبيه والملاعب العالميه. دلوقتي جه وقتنا مع مباراه تاريخيه، فقره مهمه جدا بنفكر حضراتكم بذكريات الكل كان بيتفرج والكل كان بيتابع، لكن الجيل الحالي اللي بيتفرج على كره القدم ممكن ما يكونش متابع شويه للاحداث الكرويه السابقه والماتشات والمباريات اللي كانت قويه جدا وكانت فيها اهداف غزيره وكتيره جدا. مباراه سنه 96 ما بين فريقين كبار جدا في الوقت الحالي، اعتقد ان بروسيا دورتموند وستيوا بوخارست اثنين من اكبر الانديه اللي كانوا موجودين في الوقت الحالي، ومباراه في دوري الابطال سنه 96 97 واللي انتهت بنتيجه 5-3. مباراه كانت في مرحله المجموعات وكانت وشها حلو على الفريق الالماني بروسيا دورتموند طبعا، لانها كانت الاخيره في المرحله المجموعات اللي من خلالها بيتاهل فريقين الى دور ال 16، تاهل بعديها بروسيا دورتموند في ماتو كمركز ثاني خلف اتلتيكو مدريد، وتفوق في ربع النهائي على اوكسير الفرنسي ذهابا وايابا، وعلى مانشستر يونايتد في نصف النهائي ذهابا وايابا، وايضا في النهائي تفوق على اليوفنتوس بثلاثيه مقابل هدف واحد، وبالتالي كانت هي دي المباراه اللي انطلق منها بروسيا دورتموند وتوج بالبطوله سنه 96 97. تعالوا نشوف المباراه واهدافها الجميله والاجواء اللي كانت لا في سوشيال ميديا ولا كان في طبعا كل التكنولوجيا اللي احنا موجودين فيها في العصر الحالي، لكن كان فيها لعيبه بتلعب كره القدم من اجل الامتاع ومن اجل الانديه ومن اجل الجماهير. علشان كده دايما بنفكر حضراتكم في كل حلقه من حلقاتنا بمباراه تاريخيه، اخترنا لحضراتكم مباراه بروسيا دورتموند وستيوا بوخارست في دوري الابطال مرحله المجموعات في موسم 96 97. تعالوا نشوفها ونستمتع بثمان اهداف ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم، ووصلنا لفقره الفيديوهات، فقره الفيديوهات اللي دايما بنتابع فيها مع حضراتكم يعني حاجات كتيرة جدا، من ضمنها طبعا بنكمل سلسلة أفضل 60 هدف في أوروبا، عرضنا أول جزئين في الحلقة السابقة وما قبل السابقة، وبالتالي جه الوقت دلوقتي عشان نعرض فيه الجزء الثالث من سلسلة أفضل 60 هدف في أوروبا. هنستمتع بالجزء الثالث من 10 أهداف من ضمن 60 هدف الأفضل في تاريخ أوروبا حتى الآن، هنستمتع بيهم ونتفرج عليهم ونرجع علشان نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا لكم كالعادة لأهداف الأسبوع، علشان بندور لحضراتكم على أفضل الأهداف اللي موجودة خارج الدوريات العالمية اللي أكيد كلنا بنتابعها وكلنا بنشوفها من خلال التلفزيون ومن خلال المواقع التواصل الاجتماعي اللي بيكون عليها كل الأهداف. دلوقتي ما فيش حاجة بقت صعبة علينا، لكن الأصعب إن احنا نجيب لحضراتكم أهداف مميزة بنعرضها لحضراتكم كل أسبوع. تعالوا نشوف الأفضل الأهداف اللي تمت خلال الأسبوع الماضي واللي سجلت ونرجع علشان نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. دايما كرة القدم لما بنشوفها في الشبكة أكيد ده أكتر إحساس بنحبه كمشجعين كرة قدم، لكن يا سلام لو الهدف متسجل بطريقة حلوة. في وسائل كتيرة جدا جدا علشان يتم تسجيل الأهداف فيها، ممكن يعني خلفية مزدوجة، ممكن بالرأس، ممكن واحد يعدي من كل اللعيبة علشان خاطر يحرز هدف رائع ونقول هدف مارادوني، لكن دايما الكورة اللي فيها واو أو فيها سويرف بلغة كرة القدم هي دي اللي بتكون ممتعة أكتر، ودايما بنحس فيها بسسبنس، يا ترى الكورة هتخش ولا مش هتخش. والهدف الأشهر في تاريخ كرة القدم هو هدف كان روبرتو كارلوس اللي أحرزه في مرمى منتخب فرنسا، اللي لفت من حتة بعيدة جدا جدا وتفاجئنا كلنا بعد ما قلنا إن هي خارج المرمى، دخلت وسكنت شباك بارتيز حارس مرمى المنتخب الفرنسي. علشان كده الفقرة اللي جاية دي هي فقرة مهمة جدا، فقرة كلها أهداف عن طريق السويرفات، سويرفات بقى من ضربات ثابتة، من كرة متحركة، وفي نفس الوقت كمان من يعني أماكن مختلفة، ومش هنشوفها طبعا في الدورات الكبيرة علشان كلها من أماكن أو كلها متسجلة في من ملاعب أو من أشخاص
هنشوفها بس هنا في وورلد سبورتس، وبنحاول نجيب لحضراتكم منتج او بنحاول نجيب لحضراتكم فيديوهات مش هتشوفوها غير هنا معانا، لكن فيديو ممتع جدا، فيديو حضراتكم هتستمتعوا بيه بكل المهارات الخاصه بالضربات الثابته من خلال التصويبات والتسجيل الاهداف عن طريق السويرفات وعن طريق باللغه بتاعتنا يعني عملت واو او عملت موزه زي ما بنقول كده في الضربات الثابته. فتعالوا نستمتع بشويه اهداف كده عن طريق السويرف ونرجع علشان نكمل مع حضراتكم. تابعنا في مدينة ميلانو تعاقد اي سي ميلان مع زلاتان ابراهيموفيتش اللي عنده 37 سنة، لكن هل يا ترى زلاتان ابراهيموفيتش هو اللي هيكون كلمة السر في فوز ميلانو بمباريات والعودة من جديد إلى العرش الإيطالي؟ أعتقد أن صعب ده كان يحصل، لكن وجود زلاتان ابراهيموفيتش وعودته من جديد إلى ناديه القديم واللي لعب له في موسمين كان ليه فرحة كبيرة عند جمهور اي سي ميلان، وان الإدارة بتحاول بعض الشيء ان هي تتعاقد مع لاعبين عندهم قدرات لاعبي اي سي ميلان اللي من خلالها يقدروا يحققوا الألقاب الأوروبية والعالمية ويرجع تاني اي سي ميلان النادي الكبير النادي اللي كلنا بنحبه. وطبعا كلنا خسرانين بابتعاده سواء بالمنافسة في الدوري الإيطالي أو حتى في البطولات الأوروبية. تعالوا نشوف استقبال جماهير اي سي ميلان لزلاتان إبراهيموفيتش ونرجع علشان نكمل مع حضراتكم. كل مرة بناخد مع حضراتكم كده حاجة كوميدية علشان نتفرج على كرة القدم، ومن كتر ما هي يعني صعبة بتضيع فرص سهلة جدا لكن بنسميها كوميديا. فتعالوا نشوف إحدى الفرص الضايعة بشكل كوميدي، وأعتقد أن أي حد من حضراتكم سواء كان بيعرف يلعب كورة أو مش بيعرف يلعب يعني يدوبك عارف الأساسيات ما أعتقدش أنه ينفع يضيع الكورة دي تماما، لكن في الآخر هي ضاعت. تعالوا نشوف ضاعت إزاي ونرجع علشان نكمل مع حضراتكم. بيحصل زي ما حضراتكم شايفين المرمى خالي تماما والمسافة لا تتعدى نص متر، واللاعب يحطها برا خالص يعني يا ريتها جت في العرضة يا ريتها خبطت في حد، لا دي بره خالص يعني لا تمت بصلة إلى المرمى، وبالتالي فرص من الفرص الكوميدية الضائعة اللي كنا لازم نجيبها لحضراتكم علشان لمحناها فما ينفعش نعديها. هنختم مع حضراتكم بكيليان امبابي لاعب الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان وخدعة سحرية. تعالوا نشوف ازاي تعامل مع الموقف وازاي الراجل ضحك عليه علشان نرجع علشان بقى المرة دي نختم معاكم الحلقة، وأتمنى إن يكون الحلقة عجبتكم. بس الأول نشوف امبابي والماجيك او السحر وازاي صدق ونرجع علشان نختم معاكم. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. لسه قناه الاهلي مكمله الساعه 10 برنامج ملك وكتابه، يعني يا رب تستمتعوا بيه، وهنكون مع حضراتكم ان شاء الله الاسبوع القادم بعد الحفله كمان علشان نحاول نقرب لحضراتكم كل شيء شفناه وتابعناه في الحفله. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.